من الرياض معي الدكتور محمد الزلفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. إذا طبعا المملكة العربية السعودية أمس كانت من أبرز وأول دول عربية التي رحبت بهذه الخطوة الأمريكية. ما الذي يمكن أن نتوقعه عربيا بعد هذا التحرك الأمريكي ضد قوات الأسد؟ من المؤكد أن ترحيب المملكة العربية السعودية كواحدة من أوائل الدول لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من عمل لعقاب من استخدم أسلحة محرمة ضد الشعب السوري. وبكل أسف هذا الاستخدام لم يكن الجديد، إنما هناك سلسلة من الاستخدامات، ولكن ردة الفعل الأمريكية كان مرحبا بها. والمملكة العربية السعودية ترحب بأي دور تقوم به أي دولة لمناصرة الشعب السوري، وهي من أوائل الدول العربية بل من أوائل الدول في العالم مناصرة للشعب السوري ومستمرة لمناصرته في كل الظروف. لذلك جاءت استجابة أو جاء التأييد لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار. أيضا الاتصال الذي أجراه ترامب مع خادم الحرمين الشريفين بالأمس يطلعه على تفاصيل ما حدث، هذا دليل على أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول، من أهم الدول العربية حرصا على مصلحة سوريا. نعم طيب، هذا ما حدث فيما يتعلق بالضربة السابقة. هل من معلومات ممكن أن نعرفها أو على منك أو على الأقل أنت تتوقعها دكتور محمد فيما يتعلق بما سيحدث؟ ماذا ننتظر؟ هل نتحدث عن إلى أي مدى هناك احتمالية لضربة جديدة؟ أم كان هذا فقط كرسالة بأن الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة تماما عن سابقتها؟ لا أعتقد أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط للتدليل على أنها إدارة مختلفة عن السابقة. السابقة متخاذلة جدا وتتحمل مسؤولية دماء الشعب السوري، تتحمل التدخل الروسي والإيراني والماليشيات الإرهابية المختلفة التي دخلت سوريا. إنما ترامب أعتقد أن لديه يعني رؤية مختلفة. أولا قضية مبدئية، هو يعبر عن الموقف الذي نعرفه دائما عن الولايات المتحدة الأمريكية مناصرة لحقوق الإنسان. والأمر الثاني موقفه الشخصي، يبدو انه تاثر بما حدث وبما راى، يعني تعلمه بان الموقف الدولي كان متخاذلا. انا اتصور ان هذه الضربه كانت موجعه جدا للنظام، موجعه ايضا لحليفه الكبير الاكبر روسيا، موجعه لحليفه الاكثر تغلغلا في الشان السوري وهي ايران. طيب. لذلك لا اعتقد ان ترامب سيكتفي بهذا، قضيه عمل تبييض وجه او قضيه انه نعم لما كان يقول. نعم، يعني ايران تريد التغلغل في سوريا كما هي تتدخل في شؤون مناطق عربية كثيرة، ولكن الخلاف الأبرز حتى أنه لم نتحدث عن تصريحات أو أي مواقف حتى الآن رسمية من إيران، ولكن روسيا الموضوع وكأنه صراع طبعا بين روسيا وأمريكا ليس بجديدا ولكنه طفى على السطح اليوم. إلى أين ممكن أن يصل؟ هل ممكن أن تصعد أكثر روسيا؟ هل هي قادرة على أن تصعد أكثر مع الولايات المتحدة؟ أم هذه الخطوة ممكن أن يعني على الأقل تجعلها تأخذ خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بهذا الدعم اللامحدود الذي تقدمه للأسد؟ أعتقد أن روسيا غير قادرة على أن تصعد الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لمعرفة ظروف روسيا. روسيا تعاني مشكلة اقتصادية في الداخل، تعاني مشاكل عدم قدرتها على مجابهة الترسانة العسكرية الأمريكية الضخمة. روسيا استغلت ضعف الإدارة الأمريكية السابقة وأفرضت عضلاتها على الأراضي السورية مستفيدة من تخاذل المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد أن هذه الضربة الجراحية المؤلمة
كانت فعلا مؤلمه للاتحاد لروسيا وما كانوا يتوقعون هذا. واعتقد انها ستعيد حساباتها. وزير الخارجيه الامريكي سيزور روسيا يوم الثلاثاء القادم اذا استمر الموعد كما هو. واعتقد ان سيكون حديثا سياسيا اكثر من كونه حديث للمبادره بالسلاح. روسيا استفادت في ظرف معين، ولكن اعتقد ان ترامب وصل لها الرساله بوضوح هي وحلفائها، وان ليس من مفر الا العمل بجديه على المسار السياسي للخروج من المازق السوري وحمايه هذا الشعب الذي عمد 6 سنوات وكم وشهر او شهرين وهو يعاني من هذه المعاناه. نعم. صراعات الدول، صراعات الاقاليم، صراعات المذاهب. ولذا انا اعتقد ان ترامب انه فعلا رمى بجرابه في الشأن السوري، وسنعرف تماما ماذا سينجم عن ذلك على المستويات السياسيه. وحتى لو روسيا ارادت التحدي كما يفعل النظام، التحدي الانسان المقهور الغير قادر، ربما لما يقول اعاد استخدام المطار، ولكن هذا نوع من الجريح الذي يحاول باي وسيله ان يرى. واصلا ان كان هذه الخطوه او اي خطوات حتى ولو كانت اجرأ، هل يتخذها نظام الاسد ام بطبيعه الحال هي من يتخذها روسيا؟ انا اعتقد ان روسيا مثل ما قلت لا تستطيع انتجاب الولايات المتحده الامريكيه، ولا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تدخل في صراع مع روسيا. ولكن روسيا ادركت تماما ان الامر لن تكون الساحه السوريه مفتوحه لها ولحلفائها من النظام القاتل لشعبه، ولا لايران ولا للميليشيات التي اعتمت بالوجود الروسي واوغلوا في دماء الشعب السوري. اعتقد المعادله اصبحت الان مختلفه تماما. شكرا لك من الرياض دكتور محمد الزلفى، عضو مجلس شورى سعودي سابقا.